مروان تريه بيقول طب لك ما تيجي انا. نروح نشوف مروان عطيه مع زميلنا فاروق صلاح قال ايه بعد المباراه. يلا ورونا. الله عليك. من جديد بجد التحيه بالكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق البنك الاهلي بهدف مقابل لا شيء احرزه محمد شريف وانفراد النادي الاهلي بصداره الدوري المصري، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء ظهوره الاول على شاشه قناه النادي الاهلي مروان عطيه الوافد الجديد للنادي الاهلي. مروان برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، اول ظهور ليك معنا على قناه النادي الاهلي. فوز مهم النهارده، فوز غالي بيعزز صداره النادي الاهلي في جدول الدوري. بشكرك حبيبي. الحمد لله على الثلاثه بونت، كان ماتش مهم جدا وبنلعب فرقه طالعه من خساره الماتش اللي فات من الاتحاد السكندري، فرقه كويسه بتلعب كوره، فالحمد لله يعني قدرنا ناخد الثلاثه بونت الحمد لله يعني. مروان عطيه خلال ايام شفت ازاي حب جماهير النادي الاهلي، وانت عارف ان ارتداء قميص النادي الاهلي مسؤوليه كبيره، اسعاد جماهير النادي الاهلي مسؤوليه اكبر. اكيد طبعا اللي يلعب في النادي الاهلي لازم يكون قد التيشيرت وقد المسؤوليه، والحمد لله من الواحد من اول ما دخل النادي في اول يوم وهو الحمد لله يعني قادر ان هو يشيل المسؤوليه وقادر على المهمه الصعبه دي، وان شاء الله نفرح الجمهور. وانا من اول يوم دخلت في النادي ودخلت اوضه اللبس مش حاسس ان انا غريب، فعلا اللعيبه كلها والجهاز والعمال والاداره كله استقبلني فعلا استقبال كويس جدا وما حسيتش ان انا غريب، والحمد لله خطوه عن خطوه الحمد لله الواحد بيمشي بصفه مستمره الحمد لله. مروان واحد من اللعيبه اللي يعني ثقه الجمهور فيه كتير، وكان مطلب من مطالب يعني اداره النادي الاهلي بالتعاقد مع مروان، شفت الامر ده ازاي؟ وعايز اكلمك على دور ايضا محمد الشناوي كباتن الفريق في تسهيل الامور دي، لان اول معسكر ليك انا شفتك مش حاسك غريب على النادي الاهلي. لا طبعا، انا بقول لك انا بقول لحضرتك من اول يوم دخلت في النادي وانا دخلت في وسط اللعيبه، اللعيبه قابلتني بشكل كويس ما حسيتش ان انا غريب، عشان كده دخلت في الاجواء بسرعه، والحمد لله يعني ان شاء الله الواحد يقدم اكتر واكتر الفتره الجايه مع النادي باذن الله ويفرح جمهور يعني مش جمهور شعب الاهلي، وبشكرهم على دعمهم ليا من اول يوم دخلت في النادي، وان شاء الله ابقى ادي الثقه دي باذن الله الفتره اللي جايه. بعد ارتداء قميص النادي الاهلي بايام النادي الاهلي هيلعب كاس عالم، اعتقد بيبقى حلم كبير جدا ويعني جزء من احلامك بيتحقق خلال ايام مروان موجود مع النادي الاهلي في كاس العالم، اعتقد كان حلم اكيد بتحلم ان انت تكون موجود في كاس العالم مع النادي الاهلي. اكيد طبعا، انا والدتي الله يرحمها ده عيالي زي ما بيقولوا، يعني يعتبر اسبوع تاخد تروح بعدها باسبوع تروح كاس العالم للانديه، فدي حاجه كبيره وان شاء الله ومسؤوليه اكبر ان شاء الله يعني الواحد يكون قدها، وباذن الله نروح نحقق مركز كويس باذن الله ونرجع ان شاء الله ونشرف الجمهور ونشرف النادي باذن الله. انا عارف ان اسرتك قاموا معاك بدور كبير، عايز تقول لهم ايه؟ ويعني والدتك الله يرحمها لو حابب تقول لها حاجه دلوقتي وانت بتحقق يعني حلم كان من احلامها ارتدائك لقميص النادي الاهلي، تحب تقول لها ايه؟ احب اقول الله يرحمك يعني ويدخلك في ساحة جناته، وكان نفسي تكوني معايا في لحظه زي دي، بس يلا الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، وبشكر اهلي بشكر والدي واخواتي وخطيبتي فعلا قاموا معايا بمجهود كبير جدا وبشكرهم، وكل اللي انا فيه ده دلوقتي بفضلهم الحمد لله يعني. اخيرا يا مروان، جماهير النادي الاهلي او اي حد بيتكلم على اللعيب اللي جاي النادي الاهلي اول كلمه بيقول عليها لابس شخصية النادي الاهلي، قبل ما تتكلم على امكانيات او امكانيات، مروان واحد من اللعيبة اللي شخصية النادي الاهلي. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله يعني كده ابقى قدها، وباذن الفترة اللي جاية باذن الله يعني ابقى قد الكلام الكويس اللي بيتقال عليا ان شاء الله. شكرك يا مروان وبالتوفيق باذن الله. حبيبي ربنا يخليك، تسلم لي يا رب. كابتن ايمن، ده كان لقانا طبعا مع مروان عطيه لاعب النادي الاهلي في ظهوره الاول على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك للنادي الاهلي وفوزه على فريق البنك الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح.